نجدد اللقاء بكم مشاهدينا الكرام هنا بمدينة مكناس، حيث انتهت المرحلة السابعة والتي انطلقت من فاس وانتهت هنا كما قلت بمدينة مكناس على مسافة 140 كيلومترا. هذه المرحلة فاز بها اليوناني زورزاكيس بولي جرانيس، فيما دخل المغربي الحسين الصباحي ضمن السبع أو العشر الأوائل. مرت أصعب المراحل الرابطة بين مدينتي فاس ومكناس بردا وسلاما على القميص الأصفر البلجيكي إفغاغ لوغون، الذي أمن بنسبة كبيرة حظوظه في الفوز بطواف هذه السنة في مرحلة حسمها اليوناني زورزاكيس بوليغرونيس، الذي حل أولا بتوقيت 3 ساعات و34 دقيقة و10 ثواني، فيما خاب مجهود المغربي الحسن الصباحي الذي انسل مع الكوكبة بين أن الأمطار الأخيرة خانته. واجهت العديد من الصعوبات خصوصا الرياح الجانبية القوية ثم كثرة الصعود والمنعرجات الكثيرة في مسافة كانت نسبيا طويلة. المهم هو أنني حققت الفوز ودخلت أولا في هذه المرحلة الصعبة. تقنيا تميزت هذه المرحلة التي قص شريطها من مدينة فاس مرورا بإفران وأزرو ثم الحجب وبوفكران بجمالية وروعة هبة الأطلس وصعوبة منعرجاتها ومطباتها التي أنهكت العديد من الدراجين. المشاركة المغربية قاومت وحاولت مجاورة الإيقاع المرتفع سجما مع تعليمات أطرها. المرحلة ديال اليوم فهي كتعتبر من أصعب المراحل نظرا لتواجد المرتفعات، والمرحلة ديال اليوم يعني غتكون هي واحد المحطة فاصلة في القميص الأصفر، وحنا بالنسبة لنا المرحلة ديال اليوم يعني كان يعني معولين على أننا نحسنوا الترتيب ديالنا في الترتيب العام وفي الفرق. الحمد لله اليوم قدرنا باش نسلوا في الكوكبة الأولى الحمد لله. هي كانت الصعوبات شوية وكان حشية الرياح جانبية وبرودة المناخ، الحمد لله قدرنا باش نحصلوا على واحد النتيجة مشرفة. عندنا في آخر كيلومتر نسل الصديق ديالي عبد العظيم وكان علينا من الفوز ولكن دخلوا في آخر متر. أهازيج مدينة الإسماعيلية كانت حاضرة بقوة في خط النهاية، وفاعلو مكناس فاعلوا كما وكيفا مع قيمة تراث المغرب اللامادي الذي باح بنسبة كبيرة بأسراره إن لم تحصل مفاجآت قد تقلب هرم التوقعات رأسا على عقب. اولا تشكرتنا الحاره لساكنه مدينه مكناس على الاستقبال الحماسي وتشكرتنا الحاره كذلك عاوتاني للسلطات المحليه في شخص السيد العامل والسلطات المحليه والمنتخبين والساده رجال الامن والدرك الملكي والقوات العموميه والسلطات المحليه والصحه وكل من ساهم في هذا التنظيم اللي كيتعتبر من انجح التنظيمات اللي كاينين في الطواف. هذا اللي هو طواف الدورة 32 وكيتعتبر من اقوى الطوافات الافريقية واقوى الطوافات العربية. تشكرتنا الحارة كذلك القناة الرياضية اللي موك بهذا العدد ومنجح هذه الدورة هذه. طواف المغرب كعادته حقق ما كان مرادا منه، بحيث ان نسخة هذه السنة النسخة 32 منظمة من طرف منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد نصر الله شهدت مشاركة 20 فريق محترف يمثلون 20 بلدا، ناهيك عن الأمور الإيجابية التي حققها طواف هذه السنة، بحيث أن مختلف الفرق المغربية الثلاثة تتوفر على دراجين شباب جديرين بالمشاركة، ودليل على ذلك مشاركة أو تحقيق المتسابق المغربي المدي الشكري للرتبة الأولى في المرحلة السادسة الرابطة بين جرسيف وفاس.
التألق المغربي لا يقتصر على الدراجين الذين أبدعوا وقارعوا في هذه النسخة، بل يتعداه إذ يشمل مجموعة من الأطر، سواء التي تقود المنتخبات الوطنية ثلاثة أو البهض الذي يزاول بالمهجر. ونحو ذلك سمير توفيق، واحد من الكوادر المغربية التي وثقت حضورها بمهارة وإتقان في النرويج، إذ يقود دفة واحد من المدارس الاسكندنافية العريقة في ميدان الدراجة. انا كمغربي كنحس بواحد فخور بزاف على انني كنجيب واحد الفرقه من برا كيجيو باش يشاركوا في طواف المغرب، وكيشوفوا حسن التنظيم، كيشوفوا الاوتيلات تبارك الله كيدايرين، والمناظر كيفاش جنا البارح، كيفاش شفتوا راكم شفتوا درتوا ريبورتاجات عليها، كيفاش في الحقيقه شي حاجه كان ليطاب كله، وانا كنحس براسي فخور، كتحس ب زعما كنشوف بلادنا كيدايره زوينه تبارك الله، كل شيء مزيان، والدراري كيعجبهم الحال هذه. هو الصراحه دراج والفريق النرويجي يعتزون بهذه القياده ويثنون على كفاءه سمير توفيق نظرا لخصاله وحنكته وباعه الكبير بميدان صعب يتطلب العديد من المؤهلات العلميه التي يتسلح بها سفير الدراجه الصغيره في النرويج. So we have Samir with us. سعد أكيد بتواجد المغربي سمير توفيق معنا كمدير تقني للفريق. جئنا برفقته إلى المغرب لنشارك في طواف رائع، هي تجربة مهمة جدا. سبق لي وأن شاركت في طواف المغرب للدراجات. سمير توفيق إطار المغربي كفء، نعتز بالتعامل معه، وهو المنتمي لهذا البلد الجميل والمضياف. هكذا حال الكفاءة الوطنية أينما حللت وارتحلت، إلا وتجد الهوية المغربية حاضرة بثقلها وخبرتها في جميع بقاع العالم. مرحلة اليوم هي المرحلة السابعة التي ربطت بين مدينتي فاس ومكناس، اعتبرها الدرجون واحدة من أصعب المراحل. هذه المرحلة عادت إلى اليوناني كما قلت زور زاكيس بولي غرينس، فيما الدراجة المغربية دخلت ضمن العشر الأوائل. في فقرة تحليل دائما يحضر معي ضيفي مصطفى النجاري المدير التقني للطواف. مصطفى النجاري، الدراجة المغربية اليوم تراجعت، لكن الكلمة كانت لليوناني تزور زاكيس بولي غرينس. فعلا مرحلة اليوم الفاصلة ما بين مدينة فاس ومكناس عبر إيموزار إفران أزر والحاجب، كانت مرحلة يعني من المتوقع أن تكون جد صعبة، إلا أن الصعوبة كانت في بداية المرحلة عند خروجنا من مدينة فاس حتى الصعدة ديال مدينة إيموزار، حيث انقسمت الكوكبة لعدة مجموعات، وقد تمكن بعض المتسابقين من الهروب عن الكوكبة الأم، من بينهم صباحي الحسن ومدرازي، الشيء اللي خلاهم دائما يبقوا في والمتوكل عفوا، الشيء اللي خلاهم دائما يكونوا في مقدمة. لكن الملاحظ وهو أن الأقمصة كانت تراقب المجموعة الهاربة عن كثب، حيث أن المسافة أو التوقيت لم يتعدى دقيقة دقيقة ونصف، الشيء الذي يعني ترك الكوكبة تمشي يعني بواحد الأريحية نظرا لعدم قدرة الهاربين من أخذ كثير من الوقت. فلهذا الملاحظ اليوم يعني الحاجة الوحيدة اللي كانت فاصلة اليوم، وهو أن شكري المهدي الذي كان يحتل الصف الثاني في القميص الأصفر القميص الأزرق لأحسن شاب أقل من 23 سنة الذي كان بحوزة الفرنسي، قد أخذه المتسابق شكري المهدي الذي فاز بالمرحلة السادسة، وهذا هو الجديد في هذه المرحلة، حيث أن الأقمصة الثانية لا زالت عند كل أصحابها والتوقيت لم يتغير نهائيا. مصطفى النجاري، هل ممكن بانتهاء هذه المرحلة أن نسجل تراجع الدرجة المغربية بالمقارنة مع المحطة السادسة التي فاز بها شكري المهدي؟
لا ليس كذلك. نعم. لماذا؟ لان كانت هناك يعني هروب بعض المتسابقين، 10 متسابقين من ضمنهم 2 مغاربه اللي هو الصباحي الحسين. نعم. وكذلك المتوكل. هذا الهروب ديال المتسابقين مع الاسف ما عندهمش السرعه النهائيه، الشيء. نعم. اللي خلاهم يكونوا ضمن 10 الاوائل، ولكن الملاحظ بانه غدا ان شاء الله يعني المرحله الثامنه الفاصله ما بين مدينه الخميسات ومدينة خريبكات. نعم. ستكون كذلك من أصعب المراحل نظرا. نعم. لطول المسافة 177 كيلومتر، بالإضافة إلى مرورنا عبر مدينة الرماني، هذه المدينة التي توجد ضمن منطقة جبلية صعبة. نعم. الشيء الذي سيؤثر على المتسابقين، وخاصة أن العياء بدأ يدخل إلى أرجل المتسابقين. نعم. فالملاحظ بأن غدا إن شاء الله الفريق الوطني المغربي سيقول كلمته بالخاصة الزهيري وشكري إن شاء الله. مصطفى النجاري، مع مرور الوقت لا زال القميص الأصفر بحوزة البلجيكي إفرار لوغون. لوغون يبدو أنه إذا ما حافظ على نفس التوقيت أو المراحل التي قطعها منذ مدة، يمكن كيبان أن إفرار لوغون سيفوز بهذه النسخة. فعلا هذا المتسابق. نعم. الذي ينتمي إلى فريق صوفاك الجزائري هو يعني بطل كبير. نعم. يعني محترف وقد شارك في عدة سباقات دولية بأوروبا ويعرف ماذا يعمل خلال مراحل السباق، فلهذا. نعم. يعني النادي ديالو أو الفريق ديالو مع فريق تونسي مع بعض الفرق الثانية تساعده بالحفاظ على القميص الأصفر، لأن كل محاولة الهروب. نعم. لا تنجح إلا بدقيقة أو دقيقتين، مع العلم بأنه هو يبتعد عن الثاني في الترتيب العام بأكثر من 4 دقائق، الشيء الذي ممكن يتركه حتى نهاية الدار البيضاء. مصطفى، أعود بك إلى مرحلة الغد، المرحلة الثامنة الرابطة بين الخميسات وخريبكة، 177 كيلومترا، هذه واحدة من أطول المسافات أكيد. فعلا أنا. نعم. أظن بأن من ناحية التقنية مرحلة الغد الفاصلة ما بين الخميسات وخريبكة هي مرحلة طويلة. نعم. تمر بعدة سلاسل جبلية، هضاب، منحدرات، فلهذا يعني كما قلت العياء بدأ يدخل إلى المتسابقين. نعم. والذي سيدخل إلى مدينة خريبكة ضمن الأوائل سيكون له الحظ بالحفاظ على الأقمصة، وبالتالي أظن بأن الزاهري لحد الآن. نعم. لم يفوز بمرحلة، وإذا فاز غدا إن شاء الله سيكون هناك يعني حظ للفريق الوطني المغربي. أكيد ذلك ما نتمناه مصطفى النجاري، ونرتقي في مرحلة الغد المرحلة الثامنة الرابطة بين مدينتي الخميسات وخريبكة. مشاهدينا، نختم كالعادة بالأرقام، بالمعطيات وبالمحصلة التي سجلتها المرحلة السابعة والتي ربطت بين مدينتي فاس ومكناس.